هذه كيف قلتي ثاني مره كنجي للمهرجان ديال الدرامات الفازيه في مكناس. جيراننا مكانسة، انا من فاس كيف كيعرفوا الناس اللي متبعيني، فكنحييهم وكنقول لهم كنحبكم كاملين وكنوجه لهم تحيه كبيره، جمهور مكناسي كامل لا الفني ولا الكروي. والحمد لله العام اللي فات كيف ذكرتي كنت خديت جائزة أحسن ممثلة في نفس المهرجان، وهذا كان شرف لي كبير، وكان أيضا مثابة واحد التكليف اللي خلاني نشتغل أكثر. والحمد لله الناس راه كانوا راضيين على النتيجة في هذه السنة، كنتمنى أن السنوات اللي جاية هي تكون في نفس المستوى. هذا العام الفرحة فرحتين، هي أني فرحت المسلسل كامل اللي شاركت فيه مكتوب لأن خدا جائزة أحسن إخراج، فهذا شيء كيشرفني وكيشرف كل طاقم العمل. وكنوجه تحية كبيرة للكونيكسيون ميديا الشركة المنتجة اللي سهرت على هذا العمل واللي كانت دارت اختيارات صائبة لا في الكاستينج ولا في الطاقم التقني والفني كله. وكنشكر بزاف الجمهور المغربي ككل على التشجيع ديالهم وشكرا لكم. ما عرفتش الصراحة ولا ما عرفتش شنو هو السر. الحمد لله زعما كان واحد لو سوكسي زوين عند الناس، المسلسل عجب الناس تفاعلوا معاه، ولكن ما كاينش زعما شي خلطة سحرية، فقط القليل من التركيز والمثابرة. الحمد لله الانسان فاش كيكون باغي شي حاجه زوينه راه ربي تيجيبها ليه في طريقه. ما عرفتش والله ما عرفت، كيف قلت قبيله في المهرجان ما متاكداش بان غادي يكون، ولكن كنامل انه يكون، وزعما اللي غنقول 91% كيبان بانه غادي يكون ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.